Hey, you wanna hear some old school shit? My brother Marvin still got that shit, man. You just need to check it out. أنا ما أكتب لفترة قاطع ما في مستوى أو قوة في الهيب هوب لي بالقوة ما نراجع لك شرف تسمع لي وتكون لي متابع تحتاج كلمة مقدسة ودروس هندسة افتح لك مدرسة وحطك في صف رابع مستواك تلميذ لا اكثر ولا غير سد لدوبي دبر مايك وقمش بيدك وموفق ولك خير لا الك تعرف وين تحطه حطه في بغداد حطه بالمحطة وعليه انت معتاد قيام جلوس ما ادي شكت ناموس لو ما غزرت كلماتي لكتبها اليك عادي انطيك فوقها فلوس بوس ايادي تحول كل شوادي كل ما تشوفني في نادي كل سمك حولي تعوم يا تلميذ العب غادي انا من اجل عبادي وانت طفل راب اليوم شنا خمسة خمسة ادفانس بالمنتدى في سنة 2010 منتدى راب العراق 2014 الوطن كله يغني تحت مسمى الشعار استوديو جي فاير يدعمني ورا ضايج هربو فني فني اللي نابع من تحت الارض طالع انا مثل راب الشارعي لون الانجر تابع رابر ثوري دقة البيت ما تهمني لهم عندي امثل راب صحيح ادخل في تحدي اطلع مرفع لوني او جريح زلم خشنين ما تهزني شوية ريح خشيت مع جنود الغربية توما سفن واجهت انتقادات كلها بسبب الدسات كفتاجي غني فصيح وانا امشي على مزاج ما يهمني اكبر راس اي راسي خلي راسي في راسي راسي يطيح غنت مع اربان دو الكل علي حقد نزلت فيديو كليب والدسلك نزل نقد انطيت وعد لعبد الله الصبيحاوي بشهر الخامس توني احمر يخضع الكل للتيكاوي كسر الدينات الكل وما حد فيهم يدلاوي لسوي بيهم بلاوي اقامر على المكاوي واشرب عليها كاس جيب الدست جيب بطل جيب ورقه جيب قلم واحسب يا عم تاجر كم مليون بيطيح راس اللي حاسب نفسه قدوه يوقف قدام مرايا نفسه يرفع صبعه صحبتي معروف واسرتي العائله تكنولوجيا تيك فاميلي